كل البشر بيبحثوا عن تحسين فرص حياتهم وبدء أعمال جديدة وتطوير مهاراتهم لتواكب سوق العمل، وعدد كبير بفكر ببدء مشروعه الخاص. ومع سطوع أسماء كبرى بعالم التجارة لمشروعات بدأت بشكل عائلي أو بصديقين أسسوا شركات أصبحت من بين الأهم بالعالم، بيطمح الكتار نحو السير على نفس الخطى. وبالفعل العمل مع الأصدقاء أو الأقارب ممكن يكون له مميزات عديدة، فهنن بيعرفوا طباعنا وشخصياتنا، إمتى منغضب وكيف منرضى وشو هي نقاط قوتنا وضعفنا، لكن يمكن يشكل أيضاً مشكلة ونقطة ضعف. الخبراء بيأكدوا إنه علاقاتنا مع الأصدقاء والأقارب قائمة على البساطة، بأوقات معينة ما بيحكمها قواعد، وهاد ما بيناسب العمل المحترف أبداً. فالصداقة وصلة القرابة أمر، والتعاون بعمل ما أو الشراكة بمشروع أمر مختلف كلياً. ممكن يكون دافعك نحو بداية المشروع هو الرغبة ببناء ماركة قوية والمنافسة بالسوق على المدى البعيد، وبالمقابل يكون قرايبك عما يرغب فقط بزيادة دخله بالوقت الحالي. هذا التعارض ممكن يؤدي لمشكلة كبيرة بكيفية تسيير العمل، وبالإضافة للكثير من المشاكل اللي ممكن تنجم عن العمل مع الأقارب أو الأصدقاء.